الحمد لله على السلامة يا ولاد. ايه مالكم ما بتردوش ليه؟ وصلنا فيلتنا، يلا انزل يلا. سيبوا كل حاجة زي ما هي، مرزوق ومساعد هيدخلوا الشنط، وانتوا بقى اتفضلوا معايا عشان افرجكم على حمام السباحة والجنينة، اتفضلوا. اتفرجوا بقى واستمتعوا وبعدين قولوا لي رأيكم. ها شفتوا المجهود اللي عملته امكم عشان تعيشكم فيلا بالمستوى ده؟ حبيت احقق لكم كل اللي نفسكم فيه، وما حبيتش كمان تشوفوها الا وهي كامله عشان تبقى مفاجاه حلوه. هي ولاد ايه رايكم؟ عجبتكم الفيلا؟ فيها اي حاجه ناقصه؟ في حاجه ناقصه. ايه بقى اللي ناقص؟ تفتكري ايه اللي ناقص يا ماما؟ عرفت ايه اللي ناقص؟ الكلب. عموما انا بنيت لك البيت بتاعه، وانت بقى تبقى تشتريه براحتك. الله، هو ماله يا مي؟ هو انا ما عرفتش ايه اللي ناقصه؟ حضرتك ما تسالينيش يا ماما. ليه؟ هو انت كمان ناقصك حاجه؟ اللي ناقصني انا عارفاه، محدش هيساعدني عشان اكمله. انا اذن حضرتك. يعني ايه ما حدش هيساعدك عشان تكمليه؟ جرالكوا يا ولاد، مالكوا؟ ده اسمه دلع ده بقى ولا ايه؟ شنطك في الاوضه فوق. متشكره يا ام سيد. ام سيد الشنط كلها في الاوضه، حضرتك تمريني بحاجه تانية؟ حضر لنا الغدا. حاضر، ساعه واحده بيكون جاهز. السجاده ليه يا مي؟ مش مهم يا ماما. ليه مش مهم؟ انا هقول لها تفرشها دلوقتي. وسايبه البلكونه مفتوحه ليه؟ من فضلك يا ماما، انا عاوزه الهوا. طب يا حبيبتي اساعدك في ايه؟ احط لك الحاجات دي في الدولاب؟ ماما انا عاوزه حضرتك تستريحي وتسيبيني براحتي. هو انا كده بتعبك يا مي؟ لا يا ماما، بس من فضلك انا عاوزه اتصرف براحتي. ماما ما تخافيش عليا قوي. وانا اخاف على مين يا مي؟ انا ماليش اولاد غيركم انتي واخوكي عشان اخاف عليهم، ومتهيالي انتوا كمان مالكوش ام غيري. دي حقيقه يا ماما، ملناش ام غيرك، ملناش اب غير بابا. مش هي دي الحقيقه يا ماما؟ مش عايزه اسمعها، ما طلبتش منك تسمعيها لي لاني عارفاها. ماما انا ما غلطتش. لا غلطتي، انا مش محتاجه تعرفيني، انتي اللي لازم تعرفي ان باباكي اللي مالكيش اب غيره ملوش مكان هنا، ما بقالوش مكان في حياتي. واذا كنت شايفاه اب مثالي ما غلطش في حقي وحقكم، اتفضلي اتفضلي روحي عيشي معاه. وانا قلتها لك قبل كده يا مي، باباكي ده تنسيه خالص، يا اما تنسيني انا والكلام في الموضوع ده انتهى. عايزة عيلتي عشان عايزة فيلة الباشمهندس أحمد الشيخ تبقى نمرة واحد في كل الفلل والقصور اللي أنت شطبتها. ولا أنت يعني يرضيك إن الباشمهندس ينفذ للناس أحلى فلل ويضحكوا بشغله، ولما يجي يعمل فيلا لنفسه تبقى أقل منهم؟ يرضيك كده حاج زيد؟ الله يستاهل، إحنا بنعمل اللي عليه، وبعدين كل شيء جسمه ونصيب. ما اختلفناش، بس أنت عارف أنا عايزة الباشمهندس يعيش في أجمل مكان، حقه ولا لأ؟ وحق حضرتك أنت كمان. حقي انا مش بدور عليه، انا المهم عندي رضا الباشمهندس. وانت يا حاج زيد تعرف اكتر مني ايه اللي يرضيه وايه اللي ما يوافقش عليه. انا بصراحه صعبان عليا قوي الباشمهندس في عيشته كده لوحده هناك، عشان كده نفسي اعمله الفيلا دي جنه يعيش فيها معانا بقيه عمره بعد سنين الشقه والغربه زي ما شفت.
انت الحاج زين مش يمكن يتكسف منك؟ تحب تسكني فيها اول الصيف مع بدايه اجازه الاولاد؟ لما الاولاد ياخدوا الاجازه هنطلع الشاليه بتاعنا الجديد في المصيف. خلاص نرجع من المصيف على هنا على طول، ايه رايك؟ ان شاء الله يا احمد يا ريت. اتفضلي جناب السفير. شكر يا عم حامد. اتفضلي يا جناب السفير. شكرا يا عم حامد، بس هنا مفيش غير سفير واحد. ما هو بعد اذن جناب السفير. وجناب السفير مسامح وبيدعي ان ربنا يسمع منك يا عم حامد. ربنا يكرم يا بيه. بعد اذنك. اتفضل. تصوري ان عم حامد من ساعه ما كنا زملاء انا وانت في مكتب واحد وهو بيقدم لنا القهوه، مصر لغايه النهارده ان هو يقدم القهوه بنفسه مش عامل البوفيه. ياه كل السنين دي؟ اكيد عم حامد ده صنف نادر جدا. ليه بقى؟ عشان بيحبني ومتعلق بيا؟ لا مش قصدي، انا بس مش متصوره ان في حد في الزمن ده ممكن يبقى مخلص وبيصون العشره للدرجه دي. ياه ليه النضاره السودا دي؟ لا في اكيد في. سرحت في ايه؟ مفيش يا فندم. مفيش يا فندم ايه؟ وبعدين ما شربتيش القهوة؟ الله مالك يا زهر؟ مفيش. من فضلك ما تقوليليش مفيش، في حاجة مزعلاكي؟ لا أبدا. حضرتك كنت طلبت فايل بيضم كل الأوراق الخاصة بزيارة وزير خارجية إيطاليا لمصر. الفايل ده فيه جدول الزيارة والبنود اللي هتتناقش في اجتماعات الوزير والمراسلات اللي بعتناها للوزارات المعنية، الزراعة، الصناعة، التعاون الدولي، وأسماء المستشارين اللي رشحتهم كل وزارة عشان يشاركوا في اجتماع الوزير مع وزير خارجية إيطاليا. اتفضل. عظيم. طيب بالنسبة للجولة الحرة، انت عارفه طبعا ان اي مسؤول اجنبي بيزور مصر بيهتم جدا بزياره اثارنا. تم مخاطبه وزاره السياحه والثقافه وردودهم موجوده عند حضرتك هنا في الفايل، وعلى اساسها حددنا مواعيد الجولات الحره ضمن جدول الزياره. هايل، ده ايه التقدم المذهل ده وفي وقت قياسي. دلوقتي بس اقدر اقول لك ومن غير مجامله انك عبرت 16 سنه اللي بعدت فيهم عن الوزاره. حي رأفت بيه، ده أنا كنت خايفة ومرعوبة، ما كنتش متصورة إن بعد السنين الطويلة دي كلها اللي بعدت فيها عن شغلي وكرست كل حياتي للبيت والأولاد إني ممكن أرجع أبقى ست عاملة مرة تانية في وزارة الخارجية وفي منصب زي ده. أنا لغاية دلوقتي متهيألي إن ده حلو. لا حقيقة، والدليل أهو. إن كان في حد له الفضل في كده فيبقى حضرتك. حضرتك اللي دربتني على الشغل في بداية دخولي الوزارة، فاكر؟ وهي دي حاجة تتنسي؟ وبرضه بعد رجوعي حضرتك اللي وقفت جنبي وساعدتني وخليتني وقفت على رجليا بمعنى الكلمة. بلاش كلام المجاملات ده وخلينا نتكلم في النهاردة. المستوى اللي انت وصلتيه ده يخليني مطمن، وانا بطلب منك وللمرة التانية السفر ضمن الوفد كمساعدة ليا لحضور مؤتمر منتدى المتوسط بباريس. احنا اتكلمنا في الموضوع ده من اكتر من شهر وانت ما ردتيش عليا لا بالقبول ولا بالرد. المؤتمر فاضل عليه اسبوعين، يعني يا دوب نجهز نفسنا واوراقنا عشان نستعد للسفر. المؤتمر ده مهم جدا. عموما انا فهمت سبب عدم ردك. حضرتك فهمت ايه؟ باشمهندس رفض. انا كنت متوقع انه هيرفض لما هيعرف انك مسافره معايا، واحترمت رغبتك لما قلت لي بلاش اتصل بيه، ولما ما ردتيش عليا عرفت انك عايزه تمرري الموضوع بالدبلوماسيه. انا زي ما احترمت رغبتك بحترم رغبته هو كمان، لانه في النهايه هو صاحب الكلمه. رأفت بيه، البشمهندس احمد ما بقاش جوزي،
يعني ايه؟ يعني خلاص كل واحد فينا بقى في طريقه. انفصلتوا؟ اتطلقنا. أمل ابعتي لي على محمد. تفضل. أفندم رأفت بيه، خذ القهوة دي واعمل قهوة جديدة لزهرة هانم وديها لمكتبها. هي القهوة دي ما عجبتهاش؟ نفذ اللي بقولك عليه يا عم حامد. أمرك يا فندم. ادخل. القهوة زهرة هانم. قهوة ايه؟ أنا ما طلبتش قهوة. يبقى القهوة ما عجبتكيش. هو أنا كنت دقتها عشان تعجبني أو ما تعجبنيش؟ ما هو جناب السفير قال لي أعمل لحضرتك قهوة تاني. حامد تعال. نعم يا فندم. حط القهوة هنا وروح اطلب قهوة تانية. حاضر. ممكن حضرتك تعزميني أشرب القهوة معاك في مكتبك؟ طبعا. اتفضل يا رأفت بيه. الحقيقة كنت أتمنى أرحب بحضرتك في ظروف أحسن من دي. مش جايز الظروف دي هي اللي خلتني أجي عشان أخد القهوة معاكي هنا؟ زهرة هانم، يا ترى أنا هكون متطفل لو تدخلت في حياتك الشخصية؟ يعني لو سألت أو حاولت أعرف إيه الموضوع؟ حضرتك عايز تساعدني؟ طبعًا، أنا كل غرضي مساعدتك. الحقيقة أنا مش مصدق اللي سمعته ده. أنا بحسدتكم فعلا. أنا كنت بعتبر رأفت بيه، لو عايز تساعدني كمل وقوفك جنبي عشان أعوض اللي فات زي ما اتفقنا. إنما أي كلام في موضوع طلاقي هيبقى كلام متأخر قوي ومش مجدي، صدقني. رأفت بينا هسافر معاك وتقدر تعتمد عليا كويس قوي. من هنا ورايح قراراتي هاخدها بكامل ارادتي. وعلى فكره طلاقي من احمد كان اول قرار خدته قبل قرار رجوعي الشغل. ومن فضلك ننسى الكلام بقى في الحكايه دي ونقدر نتكلم في ترتيبات السفر. تسافري فين يا زهره؟ باريس يا بابا. ليه؟ خير؟ شغل. مش حضرتك عارف اني بشتغل؟ ايوه، بس ما اعرفش ان شغلك محتاج تسافري. لا محتاج يا بابا، وانا محتاجه اسافر ومحتاجه اشتغل ليل ونهار. ولادك محتاجين وجودك معاهم. نسيناهم؟ ما عدناش بنفكر غير في احتياجاتنا واحتياجات الشغل وبس. مفيش ام بتنسى ولادها، وحضرتك عارف كويس ان انا بالذات عمري ما قصرت في حاجه ولادي محتاجينها. انت متصوره انك لما تسافري وتبعدي عنهم في الوقت ده وهم في المرحله دي تبقي ما بتأثريش؟ ولادي ما بقوش صغيرين يا بابا. يعني ايه يا زهره؟ يعني مش محتاجين اقعد جنبهم اداديهم. ولادي دلوقتي عارفين طلباتهم وفي اللي بينفذها لهم، ولو كانوا محتاجين دادا ام سيده هي موجوده. الناس ما بتعوضش ولادها بالدادات. افتكري كويس انت اتربيتي ازاي. افتكري والدتك الله يرحمها سابت شغلها والدنيا بحالها عشان تقعد بيكم، تخدمكم وتخدمني وتربيكم لحد ما بقالكم بيوت. وحتى بعد ما بقيتوا في بيوتكم انت واختك
عاشت طول عمرها شايله همكم لحد ما ماتت. حضرتك كمان ما رحتش اتجوزت من وراها وغدرت بيها بعد كل اللي عملته ده. حضرتك قدرتها وشلتها في عينيك لحد دلوقتي ما قدرتش تنساها لحظه واحده. خلي ولادك انت كمان يشيلوكي في عينيهم. حتى لو احمد غدر بيكي مش لازم ولادك اللي يدفعوا الثمن، والا هتخسريهم هم كمان. صدقيني يا زهره، ولادك محتاجين وجودك جنبهم ليل نهار. صدقني انت كمان يا بابا، لو ولادي محتاجيني جنبهم ليل ونهار انا هفضل جنبهم. وعايزه اقول لحضرتك حاجه كمان، انا عايزه ولادي يعتمدوا على نفسهم ويتحملوا المسؤوليه. عايزاهم يساعدوني زي ما بساعدهم عشان نقدر نعيش في ظل ظروفنا الجديده دي اللي لا انا ولا هم لينا يد فيها. بعد اذن حضرتك يا بابا. خالو فرجت يا خالو. اخيرا يا ابو سعيد. هات ورينا عنك انت يا ستي، هات عشان نخلص. وليد ماني مرزوق. مرزوق حط دي في سنه العربيه بسرعه. يا رب المدام تهل علينا عشان مفيش وقت. هديني جيت اهو يا استاذ. كل ده بتوضبي الشنطه؟ احنا ما اتاخرناش قوي يعني. طيب انا هستناك في العربيه. ايه يا ولاد مالكم واقفين بعيد كده ليه؟ تعالوا. انتوا زعلانين عشان انا مسافره ولا ايه؟ لا يا ماما، تسافري بالسلامه ان شاء الله. ايه يا حبايبي، برضو ما قلتوليش هجيب لكم ايه معايا من باريس. قول يا مي. عايزين حضرتك. يعني ايه؟ يعني ترجع لنا بالسلامه، ده كل اللي احنا عايزينه. ان شاء الله يا حبيبتي هرجع لكم بالسلامه. وانت يا وليد؟ زي مي، بس ما تنسيش تكلمينا في التليفون كل يوم زي ما حضرتك قلتي. حاضر حاضر. يلا يلا يا ولاد الكاميرا. يلا قفلوا البيبان كويس واربطوا الاحزمه. هو انت هتطير بينا واحده واحده يا مروان؟ اربطي الحزام بس يا زهر. هربط الحزام هنا ولسه هربطه في الطيارة. دي أول مرة تسافري فيها باريس؟ أول مرة أسافر عموما ناحية الغرب. لا، من هنا ورايح لازم تاخدي على الجهات الأربع، أنت هتسافري كتير قوي. أنا ناوية أتعود. اطمن حضرتك. ما بلاش حضرتك، مش معقول في الطيارة كمان. تعرفي إن دي أول مرة أسافر مع واحدة ست من يوم ما انفصلت عنها؟ المدام، أقصد اللي كانت المدام. آخر مرة سافرت معاها لما كنا راجعين من المكسيك، وبعد كده انفصلنا. حضرتك ما بتاكلش ليه؟ بتأملك. مش مصدق. مش مصدق ايه؟ مش مصدق انك معايا. بقالنا كام سنة ما شفناش بعض. بحاول اجمعك من كده. أكيد السنين شتتتني، وأكيد كمان حضرتك نسيت شكلي. يا ريت. لو نسيت كنت ارتحت. لكن مش عارف. إن كان لحسن حظي أو لسوء حظي إني ما قدرتش أنسى. ما عرفتش أشوف غيرك. حتى لما اتجوزت واحدة زيك. نفس الملامح. لكن اكتشفت بعد كام سنة الملامح لوحدها مش كفاية. انفصلته؟ عشان ما قلتهاش أنت. زهرة أبو بكر شهاب. يا ريت تكون عرفتي ليه انا سبت معاها، واكيد عرفتي ليه انا كمان ما ارتبطتش باي انسانه تانيه.
بس اللي حضرتك بتقوله ده خيال شويه. فعلا رومانسي اكتر من اللازم، انا عارف، بس هي دي الحقيقه. الحقيقه ان اللي حضرتك بتقوله ده صعب قوي. كان صعب لكن دلوقتي اختلف. ناكل بقى؟ اتفضلي. اكيد حكايتك انت والبشمهندس مختلفه. وانتهى الاختلاف. الحقيقه انا مش قادر اتصور انه ممكن انفصل عنك، مش شايف اي سبب للتضحيه بيك. عارف احمد سابني ليه؟ يا ريت اعرف. عشان مش شايفني خالص. افندم؟ يعني عكسك تماما، حضرتك مش قادر تشوف حد في الدنيا غيري، واحمد مش شايفني على الاطلاق. مش فاهم. جايز تفهم لما تعرف انه راح اتجوز عليا واحده تانية. مش ممكن. حقيقه مره بجد عمري ما رأيتها ما تفرقني ابدا. بعد اذنك. اكتشفت بعد كام سنة ان الملامح لوحدها مش كفاية. وانفصلته؟ عشان ما لقيتهاش انتي. زهرة ابو بكر شهاب. الو وليد يا حبيبي، ازيك؟ ازيك انت يا ماما؟ الحمد لله يا حبيبي. انت لسه ما نمتش؟ كلنا صاحيين مستنيين التليفون. يعني مسهرانا كلنا يا ست هاني. معلش يا مروان استحملني، ما انا لازم اطمن. هات يا ابني بقى كفايه كده. يا مي تعالي يا مي. ايوه زهر. هو بابا لسه صاحي؟ كلنا صاحيين يا حبيبي وعايزينك تطمني وتنامي. هو بابا بيقول ايه؟ هدولك تكلمي. اتفضل. بقول اطمني انت كمان علشان انا اطمن. ايه انت فاكره ان انت لوحدك كده اللي مخلفه اولاد ولا ايه؟ ما هو انت كمان بنت وعايزه اطمن عليكي. يا والنبي يا جدو. مية هتتجنن، عايزه اكلمك. خدي. الو. ايوه يا ماما. انا سمعت صوت جرس، وفي حد جاي لكم يا مية؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. طب ثواني يا ماما. اتفضل. بابا ازيك يا بابا؟ ازيك يا مي، وحشتيني. وانت كمان يا بابا. شكرا يا دكتور. تعالى هنا يا باشمهندس. اتفضل. اتفضل يا بابا اتفضل. الو مروان. ايه يا وليد؟ مش عايز تيجي تسلم عليا؟ بابا ما وحشكش؟ صرخ لوحدي وتقول لي اديني رديت اهو. كنت بتفتح لمين؟ من فضلك يا زهره. مين يا مروان؟ انا سمعته، سمعت كل الكلام. احمد الشيخ مش كده؟ ايوه زهره. ايوه ازاي؟ ومين اللي سمح له يدخل بيته وانا مش موجوده؟ ممكن. طيب ممكن انت تفهمني ازاي تسمح له يدخل بيته وانا مش موجوده؟ انا ما اعرفش، زي ما سمعتي كده. لقيتهم يخبط وداخل عليكم؟ كنت تقول له ما يجيش البيت وصاحبته مش موجوده،
ومن فضلك تبلغ بابا بالكلام ده وتخلوه يمشي فورا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عايزني اطرده من بيته ازاي يا ابني؟ يا بابا البيت ده دلوقتي ما بقاش بيته. لا بيته ودول اولاده دي حقيقه ما فيش مخلوق يقدر ينكرها وما فيش مخلوق يقدر يفرق بينه وبينهم. دي قضيه تانيه بقى. دي القضيه الاولى والاخيره. ولا انت ناسي ان البيت ده بيته وهو اللي تنازل عنه لاختك؟ حتى يا اخي لو مش بيته دول ولاده محدش يقدر يمنعه عنهم ومحدش يقدر يقول لهم ما يعيشوش معاه. عيب ما تقولش كده يا بابا. حضرتك ما سمعتش هي قالت ايه اساسا؟ انا عارف هي قالت ايه، بس ده مش معناه ان احنا نجاريها في انفعالها. يبقى ننفذ لها رغبتها، هي مش عايزاه يدخل البيت وهي مش موجوده. انا كمان قلت له ما يجيش. قلت له ما يجيش فين؟ هناك في البيت لما كان جاي يعتذر. انت تقول له ما يجيش هناك؟ انت حر، ده بيتك وما انتش عايز يجي. لكن هنا بيته يا استاذ ومش من حقك انك انت تمنعه. وبعدين كان لازم تاخد رايي قبل ما تقول له ما يجيش بيتنا، لان اللي هناك ده بيتي انا وانا لسه عايش. بلاش التصرفات الانفعاليه دي، وخد بالك في الاول وفي الاخر ده بابا الاولاد دول، وهو وزهره مش هيستغنوا عن بعض كتير. اوكي يا بابا، على ما يرجعوا لبعض هو وزهره بقى بعد اذنك خليه يمشي. ما اقدرش يا ابني. ما تقدرش ليه يا بابا؟ لسببين. السبب الاول انساني بحت. بص كده، انا ما اقدرش احرم ولاد اختك من اللحظه دي، ولا اقدر احرمه من اللحظه دي. انا اب وعارف يعني مشاعر الاب. تحب اقول لك السبب التاني؟ لا يا بابا مش مهم. لا مهم واهم من السبب الاولاني كمان. تعرف مش قادر اطرده ليه؟ لاني انا اللي قلت له يجي. نعم حضرتك قلت له يجي هنا؟ ايوه، طلب مني يجي يشوف اولاده. قلت له اتفضل. الو استاذ رافت. مدام زهرة. مدام زهرة من فضلك قولي لي في ايه؟ حاسه اني متضايقه شويه، مخنوقه ومش قادره اقعد في الاوضه، عايزه اتكلم مع اي حد. ممكن؟ ده الممكن اللي بتمناه. 10 دقايق وهستناكي في اللوبي تحت. آسفة إني أزعجتك رافت بيه. أولاً أنا ما اسميش رافت بيه، أنا اسمي رافت السمري، وبالنسبة لك رافت بس. ممكن نبقى أصدقاء؟ حضرتك شايف أنا ما لقيتش حد غيرك أكلمه. حضرتك بيحتج على حضرتك غير مقبول. أنا عاوز أقول لك يا زهر، إديني فرصة. ده شرف كبير ليا يا فندم. ممكن نقعد في أي حتة هنا نتكلم؟ آه طبعاً، اتفضلي. ممكن تسمحي لي أفرجك على مكان خارج الأوتيل؟ هو في الحي اللاتيني. مش هنتكلم في أي حاجة لحد ما نوصل هناك. واضح إن حضرتك عارف باريس كويس أوي. وبالأخص الحي اللاتيني، الأحياء الأصيلة اللي فيها عبق التاريخ واللي بتجمع بالروح الشرق والغرب في نفس الوقت. القهوة دي اسمها كافيه دي سكريفان. قهوة الكوتيه؟ بالظبط. أكتر رواد المقهى ديت من الأدباء والشعراء والفنانين، وبيقام معارض هنا ومناظرات وندوات. المهم ده المكان اللي أنا برتاح فيه واللي ليا معاه ذكريات. بونسوار. تحب تشرب إيه؟ كابتشينو. دي كابتشينو سيبوبلي. داكور.
تحب بقى نتكلم دلوقتي ولا بعد ما تشربي الكابتشينو؟ انا طبعا مش عايزه اتطفل واسالك. لا ابدا، انا اللي ازعجتك. انا عايزه اتكلم بس مش عارفه اقول ايه. انا عارف، اكيد انت متضايقه لان دي اول مره تسافري لوحدك، مش كده؟ يعني زي ما توقعت، ده احساس طبيعي، سنين طويله وانتوا بتسافروا مع بعض. المساله عكس كده تماما. يبقى انا فهمت غلط. طيب ممكن تفهميني؟ الحقيقه انا متضايقه لان هو مصر يقرب. تصور انه موجود دلوقتي مع الاولاد في الفيلا. ولاده؟ ولادي. انا كانت شرطي انه ما يعتبش الفيلا، ومأكدة على الولاد ما يكلموهوش. تصور اتصل بيهم دلوقتي الاقيه موجود عندهم في الفيلا، زي ما يكون مصدق اني اسافر عشان يروح لهم. طيب ده شيء يزعل؟ انت تفتكر ايه؟ ده انت على كده هتزعلي مني انا كمان. لان حضرتك مش حاسس باللي انا فيه. بالتاكيد حاسس، وحاسس كمان باللي هو فيه. ولاده يا زهرة. اكسكيوزيموا. اتفضلي اشربي. ايه ساكته ليه؟ خلاص مش عاوزه تتكلمي؟ ما عنديش حاجه اقولها بعد اللي حضرتك قلته. لا لا لا، انت زعلت مني بجد؟ لا ابدا، انا اوريدي زعلانه من قبل ما انزل. طب اتفضلي، هنقعد ساكتين كده. تحب نقول ايه؟ نتكلم. ده احنا في مقهى الأدباء والشعراء، يعني ناس شغلتها الكلام. تحب أسمعك شعر؟ مش هتندم؟ اتفضل. القصيدة بعنوان ترنيمة المجنون في مونمارتر، ده بمناسبة مقهى الشعراء. يسخر مني كل الأهل، يسخر مني كل الصحب، يرموني بالجنة والعتا، يدعوني بالمجنون وأنا أضحك. هل تدرين لماذا كنت المجنون؟ أقولها لك. ذات مساء أقسمت ثلاثة أن الشمس بيوم واحد تشرق مرات عدة، بل تشرق عدة مرات في الليلة، لكن لما قلت كالعادة تشرق كل صباح، كنت سليم العقل معافى. لكن لما أقسمت برؤيتها في جوف الليل كذبني الكل، ضحكوا سخرية، سألوني كيف، فسرت لهم، قلت أراها تشرق في عينيك، أركبها طول اللحظات معك، ترمي الدفء وتقطف فوق شفاهك بالحب. مين اللي قال الشعر ده؟ عجبك؟ حلو قوي. مين اللي قاله؟ حد فرنساوي؟ لا، واحد مصري. مين ده؟ أنا. إيه ده؟ هو حضرتك بتكتب شعر؟ بحاول. بتحاول؟ ده واضح انك شاعر كبير. انا كتبت القصيده دي هنا، كانت اول مره اجي باريس واقعد في القهوه دي. كنت بحب زميله ليا متعينه جديد، وكنت ناوي اسمعها لها اول ما ارجع. لما رجعت من باريس وقعدت معاها واتكلمت، اكتشفت انها مرتبطه، بتحبني، اتجوزت وسافرت الكويت، وأنا حاولت أنسى اللي كتبته. ما تصورتش إن هتيجي مناسبة وأقعد معاها وأسمعها لها، وفي نفس المكان اللي كتبتها فيه. وقفت ليه؟ كفاية كده، أنا لازم أمشي. طب تحب نتمشى؟ نروح أي مكان تاني غير هنا؟ مكان واحد.
واحد بس اللي عايزه اروح، عايزه ارجع مصر. كل ده عشان قلت لك مقدمه القصيده؟ لا، عشان انا ام وولادي في مصر ومش عارفه هم عاملين ايه دلوقتي، ولا باباهم عامل معاهم ايه. عارف يا بابا احلى حته في الفيلم لما كانوا بيهربوا من المخبر؟ دي احلى حته في الفيلم. ايوه دول دوخوه ضحكوا عليه. احسن مشهد في الفيلم لما كانوا واقفين على حرف المركب امسكني كده يا بابا. ايوه وطايرين مع بعض. احلى مشهد في الفيلم كله والفينال كله برضه رومانسيه، بس كان محزن قوي. وانت يا بابا ما قلتش رايك، ها عجبك الفيلم؟ جدا جدا جدا، انا اصلي زي ما احب الافلام الرومانسيه قوي. طب بقول لكم ايه، لو عجبكم الفيلم ما ندخله مره ثانيه. انا ممكن ادخله مره ثانيه. وانا كمان. تدخلوا معانا يا بابا؟ انا عندي اقتراح اقول لكم عليه، اركبوا بس الاول. ايه رايكم لو تدخلوا الفيلم مع ماما؟ مع ماما؟ اعزموا ماما على الفيلم، قولوا لها احنا رحنا الفيلم ده مع بابا وعجبنا قوي وعايزين نشوفه معاكي. انا مش هقدر اقول لها. مش هتقدر ليه؟ عشان مش هقول لها اصلا دخلنا السينما مع حضرتك. انا بقى مش هكدب عليها وهقول لها. هقول لها ان بابا عزمنا على سينما وما نقدرش نقوله لا. بس خلي بالك في الحاله دي مش هتقدر تخش معانا. عموما يا سيدي قول لها الحقيقه وشوف هي هتقول ايه. وهي مش هبت تكون شافته في باريس. ايه ده، هو بيتعرض دلوقتي في باريس؟ اوه ده بيتعرض في الدنيا كلها يا اولاد. في حد بابه مفتوح؟ لا مش انا اللي بابي مفتوح. طبعا متسمعين لما شفتوا بابا، الولاد ينسوا نفسهم لما بيشوفوه. طب لعلمك بقى بابك انت اللي مفتوح. ايه ده معقول؟ احنا برضه يا ماما اللي نسينا نفسنا لما شفنا بابا. بابا واقف ليه؟ ده بابي انا. تو هتروحوا على طول؟ ايوه هنروح. مش عايزين تشتروا حاجه؟ انا عاوزه. عاوزة ايه يا حبيبتي؟ ممكن نفوت على الشقة؟ شقة ايه؟ شقتنا. شقة حضرتك. حبيبتي زي ما قلتي في الأول، شقتنا مش شقة حضرتك. ممكن نفوت؟ عاوزة تروحي الشقة ليه؟ في حاجات ليا عاوزة اجيبها. ممكن يا بابا؟ من غير ما تستأذني يا حبيبتي، زي ما اتفقنا شقتنا شقتكم قبل ما تكون شقتي. على كل حال اول ما نوصل هعمل لك نسخه من المفتاح تفضل معاكي ومع وليد على طول. ميرسي يا بابا. خدي يا مي افتحي انت، خلي المفتاح معاكي، انا معايا مفتاح تاني. حاضر يا بابا. مستغربين قوي كده، انا صلحت كل حاجه وكل حاجه رجعت زي ما كانت، مفيش حاجه ناقصه. لا في ماما